بعد تفوقه وطنيا في شهادة البكالوريا، والي تلمسان يزور صاحب أعلى معدل وطنيا. التفاصيل بعد قليل. أهلا بكم. قام والي ولاية تلمسان اليوم الخميس 15 من شهر أكتوبر 2020 بزيارة صاحب أعلى معدل في شهادة البكالوريا وطنيا بعد تفوقه على الجميع بحصوله على المرتبة الوطنية بمعدل يقدر ب 19.20، حيث قام والي ولاية تلمسان أموما مرموري بزيارة صاحب أعلى معدل في الجزائر صديقي عبد الصمد رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المحلية لدائرة الحناية، حيث يقطن ويدرس التلميذ صديقي عبد الصمد قصد تهنئته على هذا الإنجاز الرائع، حيث عبر الوالي في كلمته عن سعادته وامتنانه على هذا الإنجاز الذي يعد مفخرة لولاية تلمسان ككل. ألف مبروك لك يا عبد الصمد ومزيدا من النجاحات والتألق بإذن الله. وهذه هي صور الثلاثي الحاصل على أعلى معدلات في شهادة البكالوريا في الجزائر دورة سبتمبر 2020، عبد الصمد صديقي، رحمة عون من ولاية الواد، والتي حصلت على المعدل في شعبة العلوم التجريبية، وصاحبة المركز الثالث رشا بدر الدين بشعبة الرياضيات من ولاية قسنطينة. ألف مبروك للجميع ومزيدا من النجاحات والتألق إن شاء الله.